رخص متوقفه. فهل هي متوقفه من سنوات والا تمشي قطره قطره؟ لوين وصلت في هذا الملف يا حسان؟ الحقيقة حمزة بطبيعة كي نحكيو على تراخيص بنادق الصيد اوتوماتيكمون اول وجهة باش تكون عنا هي وزارة الداخلية اللي هي تمنح التراخيص هذية. اتصلت بوزارة الداخلية لكنهم تحفظوا على الإجابة حول الموضوع هذية. معناها تحصلت عليهم تحصلت على من يمثل وزارة الداخلية لكنهم امتنعوا عن التصريح وقالوا ما نحبوش نحكيو في الموضوع هذية توا في الفترة هذية. دونك ما يعينهمش باش الموضوع معناها يقول لك خاصة مع الظروف الموجودة توا واللي صاير في البلاد الكل بتتر مش وقته مش وقت. ولو انه كنا نتمنى نلقاو إجابة واضحة. شنو عملت؟ ما وقفتش بطبيعة باش نقعدش من غير أجوبة وما نفهموش شنو الناس. اتصلت بشكون؟ اتصلت بشخص اسمه محمود ربانة العمر 89 سنة، هو عميد الصيادة في تونس وهو صاحب أقدم محل يبيع بنادق الصيد في الجمهورية التونسية. دونك السيد هذا نجم نقول لك موسوعة وهو اللي نجم يعطينا كل كبيرة وصغيرة على عالم الصيد والمصيد والناس المغرومة بالمصيد في تونس. سي محمود قلت له ساعة وقتاش بديت تصطاد في تونس؟ على خاطر كان يعيش في فرنسا وبعد جاء لتونس. وقتاش بدا يعيش؟ وقتاش بدا يصطاد في تونس؟ ومن وقتاش يبيع في بنادق الصيد؟ والمعلومه هذه مهمه برشا. علاش؟ خاطر الناس اللي تاخذ تراخيص شكون تمشي؟ تمشي للمحلات المرخص لها كيما المحل نتاع سي محمود. نسمعوا من وقتاش بدا يمارس في الخدمه والهوايه هذه الاثنين مع بعضهم. حليت انا شي انترودوي لارميوري عام 58 بديت، بعد ما روحت من فرنسا بديت في عام 58 بدينا حلينا لارموري تاع باسم ربانا. احنا كونا الجامعه القويه بتاع السيد الرئيس عبد الله فرحات الله يرحمه، كوناها عام 63، وبعد ما خذينا نادي بتاع رادس اللي عملنا فيه ستون دو تير. سمعنا من وقتاش؟ من الخمسينات، من 58 ومن 63 والسيد يخدم في المجال هذايا، وبالتالي هو زاد يمكن اكثر انسان ينجم يجاوبنا على المصيد في تونس شنو نصطادوا. اي يقولوا مكاحل نتاع مصيد شنو باش نصطادوا بهم بالضبط؟ سالته سؤال وهكا جاوبني. الحجن والارنب في الشتاء، وعندك مثلا الحجن والارنب هذوما المصيد الاساسي، بعد عندك الترد وعندك الامامه والبكاشة، هذوما طيور اخرى يجونا من برا. دونك البكاشة شي يوروبا، عندك الخنزير، سمانة زادة شوية في كابو. كل شيء فهمته كان ترت. الترت هو نوع من أنواع الطيور. نوع من أنواع الطيور يحبوهم الصيادة. يحبوهم الصيادة. لحمه بنين برشا. بالضبط. وفما طيور اللي هي ديما موجودة في تونس وعندها مواسم بالطبيعة اللي هي يتم اصطيادها فيها. فما طيور مهاجرة جينا من أوروبا بسبب الشتاء والبرد تجي لتونس، وهي زادة فيها مواسم مضبوطة وقتاش تتحل وقتاش تتسكر العملية المصيد بتاعها. فما الحيوانات البرية كيما الأرنب وكيما الخنزير، والخنزير مثلا فيه ترخيص استثنائي باش تصطادوا مثلا وتدفع معلوم على كل خنزير تصطادوا زاده كيف كيف. دونك من بعد كيفاش تتم هالعمليه نتاع طلب الرخصه هذه؟ لشكون لازم يمشيوا الناس؟ وتو نعرفوا من بعد وين واقفه العمليه هذه بالضبط. يجاوبنا سي محمود على سؤال كيفاش يتم طلب التحصل على رخصه صيد. العمليه شي برخصه شراء بندقيه الصيد من الداخليه من مصحة التراتيب، هي اللي تسلم الرخص. يجيب رخصة اللي هو مؤهل باش ياخذ بندقية صيد. احنا وقت على ذوق الرخصة نعطوها للسي بي سي، فهمت اللي هو خذا رخصة من عندنا، نحطوا فيك السي بي سي البندقية والعدد نتاعها والمصدر نتاعها والكل، حطوه حتى النمر نتاع البندقية، يهز هو هذاك اللي ولا يخرج به رخصة صيد. وعليكم السلام. فهمنا العملية والمرحلة هو الحصول على ترخيص باش تشري السلاح بتاعك. ومن بعد اذا مشيت للمحل المرخص له وخذيت السلاح عنده بالطبيعه رقم السلاح هذاك كيما لي ماتريكول نتاع تاع السلاح، الماركه نتاعو شنو، العيار نتاع شو اسمه هو الكرتوشه شنو. ومن بعد تتحصل على الترخيص النهائي من الولايه اللي هو اجراء اداري. دونك تهز تاخذ رخصه من الداخليه تمشي للمحل يزيد يعطيك ورقه تهزها للولايه تأشر لك عليها بالضبط. والغابات إذا باش تصطاد في الغابات مثلا كيما الخنزير وإلى غيره. توا هذايا فهمنا الإجراءات. توا حمزة سألت سي محمود هل أنه هالرخص هذية دائمة؟ معناها كي تاخذ رخصة تقعد أفي تنجم تستعملها ولا تقعد عام ولازمك تعاود تجددها؟ تجديد. هكا جاوبنا ووضحنا النقطة هذه. رخصة
رخصة صيد كرخصة اللي يعطيها في الميجاس صالح 5 سنوات كل عام يمشي ياخذ دمبري ويحط ويمشي للولايه ولا معتمديه باش يعطوه باش يصحوا له على كل دمبري هذاك. ديما الدمبري هذاك اي 5 سنين اما 5 سنين باهي تقعد 5 سنين المشكله توا هذاك علاش المشكله انه فما برشا ناس فاتوا الخمس سنين وبالتالي لهنا كيما الريكلاماسيون اللي جاتنا على التجديد نتاع الرخصه هذيا والناس كلها قاعده تستنى على خاطر برشا ناس مش قاعده تتحصل على التجديد التجديد نتاع الرخصه نتاعها. هل وقفت الرخص اليوم بما انه هو يبيع كما قلنا سي محمود وبالتالي يجيو الناس يشيروا من عنده وبالتالي يجيو الناس اللي عندهم رخص جديده ولا عندهم التجديد؟ هكا جاوبنا برابور النقطه هذه. ما وقفتش وبقى تقل تعود تلقى مثلا 100-200 رخصه في العام توا ولا تلقى 50-60 رخصه معناها تقل ياسر التراخيص. انت ورئيس مصلحه والامن العام ما وقفتش نهائيا بشكل قطعي التراخيص ما وقفتش مالي. لكن عددها طاح تقريبا للخمس ولا ساعات حتى اقل مقارنه باللي كنا نعطيه فيه قبل. كنت اتصلت الناس اللي تسمع فينا والمهتمين يعرفوا هذه على مواقع التواصل الاجتماعي نلقاو برشا صفحات ومجموعات نتاع الناس اللي هي تتظلم وتتشكى على الحكايه هذه. اتصلت بالبعض منهم اللي لقيت ارقام تليفوناتهم ممكن ما حبوش يدخلوا في تصريحات باش يتفاداو المشاكل ومطالبهم. يقول لك ما تسالناش فيها مشاكل وكل يقول لك راهو الوضعيه هذه خلقت اليوم مشكله انه عندهم تقريبا احصائيات تاع 130 الف بندقية صيد غير مرخص لها قاعدة تتباع في النوار. علاش؟ على خاطر 130 ألف يوصلوا حتى ل 130 ألف سلاح قاعد كلام هذا قاعد كلام يقول لك وبرشا يتشدوا مؤخرا ديجا الأيامات التالي في آخر شهر أكتوبر تم إصابة أعوان الغابات من قبل ناس عندهم أسلحة صيد غير مرخص لها 4 ولا 3 أفراد ضربوا بالكرتوش ضربوا عن طريق الخطأ ولا ضربوهم عن طريق الخطأ يعني هم يصطادوا ضربوا جماعة أما هم بسلاح غير مرخص له. شفت كيف دو هاوك عليه شفت توا كيفاش ها معناها كيفاش يقولوها أرنب تكر على واحد معناتها تو أنت كي هذايا بالإصابات ومن بعد تتفاهم كي يقول لك زاد سامحني كانت تولي مسيبة نزيد نسيب أنا أكثر كي تكثر الحوادث تكثر مشاكل تكثر ربما استعمالها في عمليات إجرامية. هذا هو بتتر موقف وزارة الداخلية. أمك تقول لي الأرقام تحكي على فوق 100 ألف مقرونة وقاعدين نشوفوا حمزة رانا تقريبا كل جمعة كل جمعتين نلقاو خبر نتاع ناس تشدت عندها غير مرخص محلات نتاع مصيد من غير ترخيص وللأسف ما عندناش إجابة رسمية بالضبط. الجهة المسؤول على الرخص وزارة الداخلية مش مصلحة جهة معينة وزارة مصلحة الترتيب وزارة الداخلية كبيرة فيها برشا مصلحة الترتيب. اتصلت بمن مفروض هو ينسق لنا مع الادارات المعنيه لكن قال الوزاره تو قالت مش وقت اننا نطرحوا هالموضوع هذايا. للاسف ما جبتش اكيد اليوم اجابه واضحه اما الموضوع مش سهل هي ديما شوف حمزه اي حاجه فيها رخص فيها ديما كلامات مش انا توصل لي الحقيقه وصلت بعت ملف حسان بكري وتو هاني معايا زاد شكون يقول لك انه ثم لازم قدمه مطالب من سنوات والاجابه ديما تو نكلموه كان فما جديد وجاو ناس اخرين من بعد هما الصياد يعرفوا بعض ما في تونس كلهم صحيح يعرفوا بعض قال لك وفما شكون اللي جا من بعد اخذ والرخص معناها قال هو باب للولاءات وش اسمها فما شكون حب يجدد مثلا عنده رخصه تحصل على رخصه 5 سنين وجددها 5 سنين وجددها 5 سنين اخرين وبعد باش يجدد المره الرابعه ما خداش في حين انه يجي شخص جديد باش يعمل طلب جديد يتحصل على رخصه لمده 5 سنوات هو راهو مش مع انه رخص لا 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 ابدا هو ماهوش كونفورم للناس لا لا قول له لا وهو علاش التعليل ولا راهو عندنا كوتا ولا راهو عندنا اللي تحب والشفافيه والعدل بالضبط. مثلا ثم الرخص الموروثه مثلا الواحد عنده كيما اللي بعث لك ملف عنده رخصه يتوفى هو المفروض يكون عنده اولويه خاطر الرخصه حاصله من قبل تتعدى الملكيه الرخصه بالوراثه هي لا موجوده معناها ثم تراتبيه معينه يعاودوا يعطيه رخصه باسم ولد السيد على اساس انه السلاح هذاك ما تمش استعماله في غير الكل ما نحبهاش لكن خبر به اسمعني خبر به لمحل الحمزه هذا يجيني خبر الان يعني انه باش يبعثوا لك الترد عما قريب انا فهمت ولا لا اتصل بينا صديقنا فريد الطاهري ناشط المجتمع المدني في كيف
ترد فلاح ايه؟ قال لي حمزه ما يعرفش الترد. قلت له ما يعرفش الترد. قال لي نبعثوا له ترد، شو المشكله؟ وين الرند؟ اسمعي ابعث يا فريد ابعث لنا الترد للاذاعه. اما شوف حمزه مش كعبه واحده راه يلزم ثلاثه اربعه على الاقل باش يعملوا صحن باهي. هو كيما الزرزور يقولوا احنا نعرفوا الزرزور. ما تعرفوش قصدي فمش حاجه كبيره يبعث لنا خير من ولا ارنب جاليه. ارنب جاليه ومعاها ترد وزرزور ما يسالش على الاقل احنا وليمه. هذه خاطر عمليه لايضاح المعلومه. باش ياخذوها كمثال مش على حاجه. ربي يفضلك. هذا وعد ان شاء الله. شكرا جزيلا لي يعطيه الصحه. انت ما نشكروكش خاطر شنو معناتها عطيتنا شويه ثقافه على الصيد وكا وما جبت لنا شيء. اجتهد واصاب. اي ما جبت لنا حتى شيء معناها الجماعه اللي سالوك. شفت قلت لكم راهو السيد قالوا يا سلاك الواحلين. قلت لكم راهو سلاك واحلين مزيف وبرا ساعات وبرا يقد روحه واغلبيه معايا ولا ضدي اغلبيه. يا اخي تو الناس بعثوا لك عشرات على قالوا لك شوف لنا الرخصه. يا اخي جبت لنا حتى رخصه لا حتى جبت لنا معناها ثقافه. ما نخبش عليه حسنا ديما نشجع كل شيء. بقى لي رجعوا لي كل قال لك هي ابري مازال يعني يستناو شنو على الاقل نسقنا مع السيد تاع الداخليه يلزم مسؤول يقولوا يعطيك وقت مثلا. يقول اخويا باش يولي وقت والموضوع هذا بعد جمعتين. انت تتصور اني ما طلبتش هذا؟ تتصور اني بعد شهرين طلبت الشيء هذا؟ فماشي وقتاش؟ قولوا لنا بعد شهر. فماشي عدد؟ فماشي قرار مانيش باش نعطيه؟ فماشي قرار بتاع سحب حتى الرخص الموجوده؟ لا يقول لك نحكي معاك في الموضوع بعد شهر مثلا ولا بعد شهرين مثلا بعد ستة شهور يولي وقتها ربما وقته. فهمت؟ ما على الاقل ليه؟ قلت له الشيء هذا تو ما نجمش نقول له حتى شيء. انت حط لي طلب مكتوب وتو اذا فما الامكانيه من بعد نحاولوا نلقاو. شكرا جزيلا. نمشيو ناخذوا فاصل او جاي جبتي حويجه شنو امورك؟ فما فما معلومات فما نداء زمن وشو واضح. راجعين بعد الفاصل. في 90 دقيقة البرنامج السياسي الأكثر مشاهدة على اليوتيوب. عودة بالتحليل والتعليق في